تحدي اللهجات مع ديزا الفاسية. الفاسية اليوم غادي نديرو تحدي، انا نعطيه خمسة الكلمات بالفاسية وخصو يفهمهم، وهو غيعطيني خمسة الكلمات يا اما مصرية يا اما صعيدية وانا خصني نفهمهم. نبداو؟ يلا. شكون غيبدا الاول؟ انت. انا فين دابور؟ فهادي دابا جيت. اه طبعا. اوكي، اول كلمة نعطيه هي الطليق. شنو معنى الطليق؟ الطليق هو الطلاق، علاه الطلاق بالثلاثة؟ لا، الطليق. خسرت. الطليق هي واحد الحاجة، واحد الحاجة كدار بحال بلاستيك بحال ميكا، كنحطوها فوق الزربية ديال الصالون. علاش؟ حيت حنا فاس عندنا حشومة تحيد الصباط ديالك وتدخل للصالون، يعني باش ما كتحيدوش، وفاش كيكون البرد والشتاء الصباط كيكون موسخ، باش ما نحيدوش الضيف صباطو تنديرو الطليق، واحد الميكا ترونسبارونت ياك شفافة باش الضيف كيقدر يدخل للصالون فوق الزربية الصباط ديالو. يعني الا توسخ داك الطليق ميكا كنحيدوها والزربية كتبقى مزيانة حيت الزربية غالية. يلا عطيني الكلمة اللي جات. يلا قعمز. ايه قعمز. قعمز بنت عمي قعمزي زعما وفهمينا خلاص خسرت. قعمز اجلسي. نو يس. اوكي يلا. الكلمة الثانية الغطار. الغطار الغدار. لا الغدار الغطار. اعطيني الغطار. هاك الغطار اجي ناكلو في الغطار. في الغيط. لا في الزرعة. لا هي واحد الحاجة جماد. في ال سندويتش. الغطار هو التبصيل، هو الإله. سهلة. نعرف التبصيل الأول بعدين نعرف الغطار. لا الغطار حنا فاش كنقولو الغطار التبصيل عندنا هو التبصيل ديال الفران. الغطار هو فين كناكلو الماكلة والتبصيل تيكون ديال الفران. عطيني كلمة. الزقلة. عطيني جملة انا عاوزة جملة مفيدة. انا سهلها لك. لا فين يا بنت الزقلة من جوا يا بنت انا طبخ انا اضرب هذه البنت. الكحلة. الزقلة هي العصاية. يلا. تعادل دابا لا 2-1 2-1 0-0 0-0 انا ما عرفتش حاجة. يلا عطيك كلمة أخرى. هاد الولد هذا شفالي. شفري. الولد شفالي. هاد الولد شفاري. شفالي. 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 ولا يمني هاد البنت شفالية. يعني ابن ناس وطيب وكويس. خالص ابدا. ما خلص شيء. بالعكس تماما. يا دي منيلة عليا دي شغلانة. ولا كلمة. شفالي هي شي واحد مفشش كثر من القياس وفيه البكا وشو هيك يبكي. لحظة. يعني مفشش. فشش. واش تاني ستك واحدة أخرى. مفشش واش يعني تفسر الحاجة بحاجة أصعب منها. مفشش شي واحد مفشش هي تنقولوا مفش كان نقول لك بحال دابا انا مفشة زعما مدلعة 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 يلا عطيني كلمة يلا هديك واحدة سهلة عشان تكسبي يلا. الفردي عرفت اخوك عيارين بالفردي الفردي والفردي برافو صح الفردي سهل. يلا غيره اللي بعده هذي نعطيك كلمة واحدة أخرى بلاتي قلنا شفالي قلنا طط 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 يلا مش هذي هي الكلمة أي كلمة مش لازم تكون فسية فسية يعني ممكن تكون مغربية عادي زي السقف كتعرفها السقف شوف هذيك السماء السقف السقف بتاع البيت سقف البيت دونك سقف البيت سقف البيت اوكي وخليني نعرف اوكي نديك الخلقات الخلقات هما الحوالق الحوالق الطوان هما الحوالق اي انا شنو هما الحوالق متأكدة الحلق الحلق الخلقات هما الجلبية اللي انا جيبها عشان نلبسها شو رزة الرزة يلا وشني الرزة الرزة يلا. اللي هي بتاعت الشاي لا الأصلية اللي بتاكل لا لا دي الرزة العمة العمة مرت عليك صح كمان عليك فضيعة ولكن اتعدلنا يعني مصر المغرب اتعدلنا ولكن كتفهمني كنفهمك كويس المهم ان احنا بنتواصل ايه ما درست فرنسي ما فيش مشكلة حتى الفرنسي حتى الانجلي ما عندناش مشكلة يلا شكرا محمد اهلا وسهلا شرفتينا السلام عليكم وعليكم السلام قعمز 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 صل على النبي عليه الصلاه والسلام انا جايب لك عريس انا ما بغيتش نتجوز ليه ما بغيتيش تتجوزي انا لسه صغيره صغيرتي يا وانت بقيتي ما شاء الله طول النخله 55 مش عارف مين هو الاول شكون هذا اللي غنجوز اعملي لنا بنتي نعيمه كوبايتين شيرور شكون هذا اللي غنجوز هريدي مين هريدي هريدي ولد عمك مين ولد عمك وهذا مكمل على مول حتى ثانيه ابتدائي واحده تتمناه لا تبارك الله والله ما يكون دبلوم زراعه ما تجوز واصل لا اله الا الله هانت وشوفوا البنات وشغل البنات بتاع النت الله يقطع النت والنتيته هاي جاك اتعرفت على حد على النت